الأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أن تحب أولادك ما في شك، هذا شيء جعله الله، لكن هل تربيهم على طاعة الله؟ هل تصبر عليهم؟ هل تأمرهم بالصلاة لسبع وتعلمهم أمور دينهم؟ إذا ميزوا تصبر عليهم، تلزمهم بالصلاة، أو تتساهل معهم تقول والله أنا أحبهم ولا نبشاق عليهم ولا مكلف عليهم ولا مجعدهم من ماتهم ولا تكون سقطت في الفتنة. هم الأولاد فتنة من حيث تربيتهم، من حيث ضبطهم، من حيث مراقبتهم دخولا وخروجا، وفي البيت وفي الشارع وفي المدرسة مسؤول عنهم. هم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتن كثيرة،